وما أحوجنا لأن نتعلم الكبائر لنحذرها ونجتنبها، وليبادر بالتوبة من كان واقعاً في بعضها، فإن من سلم من الكبائر يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وذلك ورب الكعبة هو الفوز. أما من وقع في الكبائر ومات مصرًا عليها ولم يتب منها، فإنها إن كانت كفرًا فإن الجنة تحرم عليه ويكون من أهل النار، وإن كانت دون الكفر فهو متوعد بدخول النار. فما أحوجنا إلى أن نتعلم الكبائر وأن نعلم أهلنا الكبائر وأن نعلم أولادنا الكبائر، إذا كان الواحد منا يحرص على الفوز في الدنيا وعلى السلامة في الدنيا، فإن الأعظم والأهم أن يحرص على السلامة عند لقاء الله سبحانه وتعالى.